معايا على التليفون فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد وبالسادة المشاهدين الكرام، أهلا بكل طالب مجتهد، أهلا بأولياء الأمور المكافحين الحقيقة، أهلا بكل مخلص من السادة العاملين المعلمين والمعلمات. أهلا يا فندم. ايه الاخبار الساره اللي ممكن تقولها لاولادك طلاب الثانويه الازهريه بخصوص درجات الرأفه؟ يعني بدايه لن يقل طبعا الطالب الازهري عن طالب التربيه والتعليم صحيح نسبه الرأفه المخصصه لكل ماده. صحيح. ان شاء الله 10% رأفه على كل ماده، ولن نكتفي بهذا، بل هناك مراجعه دقيقه ومستمرة لعمليات التصحيح والرصد للاطمئنان على حصول كل طالب على حقه كاملا وزيادة إن شاء الله. سير الامتحانات تم بهدوء خلال الفترة اللي فاتت؟ احنا اليوم بدأنا الأسبوع الرابع في الامتحانات. الأسبوع الرابع معناها إن احنا أنجزنا أكثر من 50% من أداء الامتحان، الحمد لله. بالنسبة للقسم الأدبي استطاع الطالب أن ينتهي من امتحان 9 مواد ولم يتبقى له إلا 6 مواد فقط. بالنسبة للقسم العلمي انتهى الطلاب من أداء 7 مواد ويتبقى ليهم 9 مواد إن شاء الله، والامتحان مستمر إلى 6/8 للقسم العلمي، يعني إن شاء الله بعد العيد في 2 مادتين فقط وبعدها ستعلن النتيجة مباشرة بإذن الله. النتيجة في 7/8 كده؟ تقريبا 7/8 بإذن الله تعلن النتيجة بإذن الله. أشكرك على هذه الأخبار السارة لأولادنا اللي أكيد هتسلق صدورهم. فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، 10% درجات رأفة على كل مادة لولادنا طلاب الثانوية الأزهرية أسوة بطلاب الثانوية العامة.